بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي بقية الديستريبيوشن بتاعت اللي هو الكرينيال نيرفز، وهناخد النيرف 9 10 11 12. 9 و10 ميكسد، بيحتووا على موتور وباراسمباثيك وسنسوري فايبر، والسنسوري فايبر تيست وجنرال سنسيشن. 11 و12 بيور موتور. طب نبتدي 9 و10 كده نشوف الجو بتاعهم عامل ازاي. 9 و10 بيحتوي على 4 نيوكليوي مشتركين في 3 ومختلفين في 1. مشتركين نمره 1 في النيوكليوس سوليتيرس، النيوكليوس الفريده 7 9 10 اللي بتشيل التيست سنسيشن، من اسمها السوليتاري نيوكليوس او نيوكليوس سوليتيرس. يبقى متفقين في 7 9 10 ومتفقين هما الاثنين الجلوس فرنجال والفيجاس نيرف في نيوكليس امبيجوس، الموتور نيوكليس بتاع 9 و10 و11. يبقى عندنا هنا نيوكليس سوليتيرس بتاع 7 9 10 تيست سنسيشن، ونيوكليس امبيجوس بتاع 9 10 11 جي موتور، ومتفقين مع بعضيهم في السباينال نيوكليس اوف تريجيمنال نيرف، لان في جزء من السنسيشن بتاعهم صغير صحيح ريليتد للاير بتوصل للسباينال نيوكليوس اوف تراجمنال نيرف. هو اسمها فعلا سباينال نيوكليوس اوف تراجمنال نيرف، بس بيوصل لها بعض الفايبرز من جروس فرنجيال والفيجاس ريليتد للاير جنرال سنسيشن. يعني ايه جنرال سنسيشن؟ يعني بين هو تاتش اوف تمبريتشر اند سو اون، لكن مختلفين فقط في الباراسمباثيك. الباراسمباثيك بتاع النيرف رقم 9 اسمها انفيريور سالبري نيوكليوس. احنا خدنا قبل كده السوبيريور بتاع الصفحه دي بلا روسابلينجو لسه البراطة الجلان. اما الباسم سيد بتاع العصب رقم 10 اسمها دورسال نيوكليوس اوف فيجاس، اسمها دورسال نيوكليوس اوف فيجاس نيرف. يبقى هم اتفقوا في 3 نيوكليوي واختلفوا في الرابعه. اتفقوا ايه في 3 نيوكليوي؟ السوليتري نيوكليوس، اتفقوا في النيوكليوس ابيجوس، اتفقوا في السباينال نيوكليوس اوف تراجمنال نيرف، واختلفوا في البارا سمباثيك. البارا سمباثيك بتاع العصب رقم 9 النيوكليوس اسمه انفيريور سالفري نيوكليوس. البارا سمباثيك بتاع العصب رقم 10 اسمه دورسال نيوكليوس اوبيجاس. نفوت كده 9 لوحديه كده، نقفله بسرعه لوحديه ونقفل 10 لوحديه. يبقى 9 باختصار يبقى ليه 4 نيوكليوي inferior salivary nucleus دي para sympathetic. 2 لنيوكليوس ambiguous بتدي الماسل بتاع الثيرد فرنجيال ارش، الفيرست فرنجيال ارش كان منديبل اوف تريجيمنال، السكند فرنجيال ارش كان فيشر، الثيرد فرنجيال ارش جروس فرنجيال، وبيدي عضله واحده اسمها ستايلو فرنجيال ماسل. يبقى ده بيدي عضله واحده، نيكولاس اميجو اخترع المعصب رقم 9 عشان تدي عضله واحده اسمها ستايلو فرنجيس ماسل. بيدي تيست سنسيشن، وفي الحقيقه بيدي كمان جنرال سنسيشن. بيدي تيست سنسيشن وجنرال سنسيشن للبوستيريور 1/3 اوف تانك. يبقى تيست وجنرال سنسيشن للبوستيريور 1/3 اوف ذا تانك. والسباينال نيوكليس اوف تراجمنال نيرف جايب سنسيشن من الحته بتاعت الاوركل، من الحته بتاعت الاوركل. يبقى الديستريبيوشن بتاع الجلوس فرنجيال نيرف عامل ازاي؟ 9 انفيريور سالبر نيوكليس باراسمباثيك البراطة الجلان، موتور نيوكليس امبيجوس يبقى دي بتدي عضله واحده اسمها ستايل فرنجيال ماسل، سوليتري بتدي تيست سنسيشن جنرال سنسيشن للبوستيريور 1/3 اوف تانك. فاين النيكروس اوف تراجمنال نيرف بتدي جنرال سنسيشن للحته بتاعت الاورج. بقى لنا ان احنا هنا نعرف لقطه اطول شويه. ايه هي الباراسمباثيك؟ الباراسمباثيك دي لقطاته طويله ومهمه. صحيح انا طلعت عندي من الانفيريور سالبري نيوكليس الحقيقه الاركب ومشيت مع العصب رقم 9، عارفين الكلام ده. العصب رقم 9 ده بيدي برانش اسمه تمبانيك برانش. تمبانيك يعني رايح جوه الميدل اير. يعني عندي 9
هيدي برانش لما اعمل صندوق كده الصندوق ده يطلع الميدل اير. الميدل اير باللاتيني يعني التمبانيك، فاي لما قلت كلمه التمبانيك في اللغه يعني معناها ميدل اير. يبقى طلع من العصب رقم 9 برانش كده، ادي 9 طلع منها برانش رايح جوه الميدل اير اسمه تمبانيك برانش. اتفتت وعمل بلكسس اسمها تمبانيك بلكسس. طلع النير، والنيرف اللي طالع ده ريليتد للفيتراس بون. واحد يقول له انت جبت الفيتراس بون منين؟ ما انا قلت لكم الميدل والانر اير جوه الفيتراس بون. بس النيرف المره دي اسمه ليسر بتروزا. اذا هو كان في نيرف اسمه جريتر بتروزا والله كنا لسه حالا واخدينه مع العصب رقم 7. يبقى ليسر بتروزا النيرف. يبقى انا عندي هنا القصه بتاعتي. يبقى هنا العصب ده يبقى الانفيريو سيريبرال نيوكليس ادي 1، جلوسو فارينجيال نيرف ادي 2، ادى برانش اسمه تمبانيك نيرف 3، عمل بلكسس اسمها تمبانيك بلكسس 4، طلع نيرف اسمه ليسر بتروزا نيرف 5. انتهت القصه خلاص ولا ما انتهت؟ ليه؟ لان ده بار عشان بس عارف يعني ايه يا توتو. توتو اسم حلو يعني، ده اسم طاله يعني، بس انا بدلعها اسميها توتو يعني. يبقى عندنا هنا الباراسمباثيك يعني ايه يا اورجو؟ يعني نيرفين. يبقى لازم في جانجليا موجوده. يعني ايه جانجليون؟ كوميونيكيشن بتوين تو نيرفز ثرو نيورو كيميكال ترانسميتر، ثرو كيميكال سبستنس يعني. وفين الجانجليون؟ هو بيسبلاي ايه؟ باروتيد. يعني ايه كلمه باروتيد؟ بارا اوتيك. يبقى باروتيد بارا يعني بجوار، اوتيك يبقى الجانجليا اسمها ايه؟ اوتيك. ولا احنا هنبتدي كده في حته عامله كلها رايحه ناحيه الودان، يبقى الجانجليون اسمها ايه؟ اوتيك جانجليون. وتطلع البوست جانجليون فايبر علشان سبلاي الباروتيد جلاند. يبقى احنا هنا ما هو الباراسمباثيك سبلاي؟ هتقول لي ايه الغلاسه دي كلها؟ ده هي الاسئله كلها في الحاجات الغلاسه دي يعني. العقد النفسيه من جوانا لازم تطلع على الطلبه. المهم يعني. يبقى عندنا هنا يبقى الجلوس فرنجي النيرف نمره واحد بيدي اربع حاجات. الباراسمباثيك قصته طويله. لكن هي نهايته المفيده ان سبلايز الباروتيد جلاند. اثنين موتور للمصل بتاع الثيرد فرنجيال ارش، عضله اسمها ستايلو فرنجيال ارش. ثلاثه تيست سنسيشن للبوستيريور وان ثيرد اوف ذا تانك، تيست بس تيست وجنرال. اربعه تيست وجنرال، جنرال تيست يعني ملوخيه طعميه ده اسمها تيست. سخن ساقع عضيت لساني اسمه جنرال سنسيشن. سباينال نيوكليس اوف تراجيبنال نيرف الحته بتاعت البارك. الباراسمباثيك لازم نعرفه كتير يا توتو. ركز معايا. قلب مختلفا توجيزر فريفا. يبقى عندنا انفير سيريبر نيوكليس طلعت العصب رقم 9 ادى نيرف اسمه تمبانيك نيرف. اول ما سمعت كلمه تمبانيك دخل جوه الميدل اير اتفتت عمل بلكسس اسمها تمبانيك بلكسس. طلع نيرف اسمه ليسر بتروزا، اما هيبقى ريليتد للبتراس بون ليسر بتروزا. امال الجريتر بتروزا انت كان تبع ايه؟ بعيد عنكم الجريتر بتروزا النيرف ده كان تبع الفيشيال نيرف. في بتروزال تاني دي بتروزال يعني لو عايزين يعني. لسه البتروزال عامل ريليف جانجل اسمها اوتيك جانجل لانه بيسبلايز جلاند اسمها باروتيد جلاند. يبقى الباروتيد جلاند بتاخد منين؟ بتاخد من العصب رقم 9. وممكن تلاقي في الامتحان بتاخد منين؟ تلاقي السؤال لسه البتروزال. وممكن تاخد من انهي جانجل؟ اوتيك جانجل. ما هي كلها اسئله كده. لكن لو قلت السب مانديبولار والسب لينجوال بتاخد منين؟ العصب رقم 7. اقول من الكوردا تمباناي، اقول من السب مانديبولار جانجليون. انا حر اقول اللي انا عايزه، هو نفس الحاجه احنا بس بنلعب بالالفاظ يعني. فممكن السؤال يجي لكم في اللي هو الفورم تيب اللي هو بتاع يوم الخميس ولا الجمعه كويس اوت جانجليون، لكن ممكن السؤال يجي لكم في الامتحان لسه بتفوز ايه هي يعني. يعني فاحنا عايزين نبقى برود مايند يعني. طيب يبقى ده العصب رقم 9 اللي بطلق عليه كلمه ايه؟ اسمه جروسو فارنجيال. العصب اللي بعديه اسمه فيجاس نيرف.
الفيجاس نيرف ليه أربعة نيوكليون. نمرة واحد النيوكليوس الأولانية نيوكليوس سوليتاريس. لك تدي حاجة محترمة. لازم إيه يعني نتلاقى الكلام كده. تمام؟ ده هذا جلوس فرنجي. جلوس فرنجي اللي هو تاسع. طب 10 ده 9. طب 10 بقى اللي هو الفيجاس. النيوكليوس امبيكوس موتور فايبر. بصوا بقى موتور تو اول المسل اوف لارنس وفارنس وبارنس. جبار 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 يا ولد. ده بيدي كل عضلات المسلز بتاعت الفارنس واللارنس والبالت اكسبت اكسبت. في البالت في عضله اللي اكسبت ايه؟ ما انت لسه قايل حاجه ايه اللي هي بتاعت تسعه اللي اسمها ستايلو فارنجيز لسه حاليا قايلينها يعني ناهض ما بدتش. وكل مسل والبالت قلناها واحنا بنقول الفيرست ارش اللي كانت اسمها تنسور تنسور بلاتاي. مش قلنا الفيرست ارش بيدي اثنين تنسور تنسور بلاتاي وتنسور تمبلاك. يبقى كل المسلز بتاعت اللارنج والفارنج والبالك كله 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 متشال بالدرج ده جايين منين؟ من النيوكليس امبيكوس. طب يبقى ده الموتور. طيب والجنرال سنسيشن حتى بتاعت الاير اير اللي بسنه يجي تربيزا وتمبلك ممبرين اير يعني مش هم. طيب والسوليتري بيجي حته موجوده ورا قوي 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 في الطلع. لو قلت لكم اسمها العلم هتنتحر احسن ما اقولهاش يعني. جلوسو ابيجلتيك بالليكيولا. ايه ده؟ دونت تراي تو ريمبر طبعا يعني كويس. عارف هلوسه ما قبل النوم دايما بتطلع. اقول الموست بوستيريور بارت اوف ذا تانج احسن يعني بس يعني مش الدرجه دي يعني. مش عايزين يعني ندخل في الفزلكه. باراسمباثيك لا 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 جبار 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 يا ولا تنفع. فيديو بعيد عنكم باراسمباثيك ما تتخضوش من اللي انا هكتبه. بيدي باراسمباثيك للكارديوفاسكولار سيستم. ما عدا الفنتركل بتاعت الهارت بيسموها في الفسيولوجي اكيد انتوا خدتوها فنتركلر اسكيب فينومينا. فما بيديش الفنتركل. راجل ما خدناش كارديوفاسكولار اوكي. وبيدي كل الريسبيراتوري سيستم. طبعا ما احنا ما خدناش ريسبيراتوري سيستم. وبيدي الجعل شي لغايه الرايت تو سيرك بتاع الترانزفيرس كله. تمام لغايه تمام. يعني الجي اي تي غايه الرايت تو ثيرد. طب وبقيه الجي اي تي واليورو جنتال من اس 2 3 4. الباراس المساتك اللي موجود في جسمنا يا ولاد بسرعه كده يعني مش عايز اقطع على التوب في السولجي حرام يعني بس عشان ما اقطعش منهم. 1973 3 7 9 في الحته بتاعت الهيد ونك 3 للعين 7 و9 لسه واخدين مرحله 10. الفيروس ما بيديش على فكره منطقه الهيد ونك ده بيدي بعد كده بيدي الكارديوفاسكولار والريسبيراتوري والجي اي تي معظمه وبقيه الجي اي تي واليورو جنتال اس 2 3 4. الابر واللور زي ما انتم عارفين طبعا من الفسيولوجي ما بياخدوش باراسيمباثيك. اوكي ما خدتوش فسيولوجي ما عليك. نرجع لكلامنا كده يبقى ده الديستريبيوشن بتاع باراسيمباثيك. يبقى احنا عايزين بقى رجعه لقيطه سريعه جدا للنرجع. يبقى نمره واحد موتور. اول ماسلز اول 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 اكسبت اكسبت. اول ماسلز اوف لارنكس. اول ماسل اوف فارنكس. اور مثلا اوف بالانس اكسبت اكسبت. فارنكس اكسبت ستايلو فارنجيس تبع 9. بالانس اكسبت تنسور بالانتاي تبع 5. بيدي باراسمبثيك للكارديوفاسكولار والريسبيراتري ومعظم الجي اي تي مش كل الجي اي تي. طيب لو حصل انجري للفيجاس نيرف دي بقى مهمه قوي. هذا كلام مهم. مهم هذا الكلام؟ كلام مهم ولا مهم الكلام؟ كلام مهم ولا مهم الكلام؟ بس والله نشوف. لو حصل الضرب النرف ده تعالوا مع بعضينا كده غير ما تتخضوا ليجن اللي هو البيجاس بتاعك. واحد يقول لي ايه العلامه دي؟ دي علامه 10 يعني ما حدش يفتكر غلط يعني. مره جبتها في الامتحان كل الناس قالوا ايه ده؟ ايه العلامات الغريبه دي؟ ما تعلمناهاش 10 ولا 30 يعني. يبقى هيحصل ايه؟
اللارنس هيدر والفارنس هيدر. والأهم من كده إن البلد برضك هيدر، لا حول ولا قوة، كله هيدر. طيب اللارنس هيدر هيحصل إيه؟ هيحصل باراليسيس للمصل أوف لارنس، أكيد يعني. يبقى باراليسيس للمصل أوف لارنس. يعني إيه؟ العيان هيجيل إزاي؟ ببحة في صوته، هورس إن سوبورس. يبقى تلاقي العيان يقول لك بدل ما يقول أراك عصير ده يقول بس. فعندنا هنا يبقى هيحصل هورس إن سوبورس، هيفقد المصل بتاعت اللارنس. فونيشن هايجيا يعني بالنسبة له. طيب هيفقد المسلز بتاعت الفارنكس، انت ايه المسلز بتاعت الفارنكس؟ طب حد يقول انا عارف. عايز شويه عضلات كده اسمهم كونستريكتور مسل اوف فارنكس. لو مش عارفينهم بس هتاخدهم ان شاء الله، اكيد خدتهم في ريسبيراتور ما خدناهمش، هتاخدهم في ديجستيف ان شاء الله. كويس ما خدناهمش يبقى هتاخدهم السنه الجايه ان شاء الله في الانيتشي. يبقى عندنا مش هنسيبكم يعني بس ما تقلقوش يعني. يبقى المسلز بتاعت الفارنكس يبقى العليان ده مش قادر يبلع كويس، بيسموها ديس فيجيا. عندنا ايه؟ عندنا هنا باراليسيس اوف ماسلز اوف فارنكس. يبقى معناه ايه؟ العين جايه بايه؟ ديس فيجيا. يعني ايه الكلمه الكبيره دي؟ مش هيبقى كويس. difficulty في swallowing يعني. وهتضرب المسلز اوف باراليسيس. يبقى انا عندي ثالث حاجه هتضرب يبقى ايه؟ الباراليسيس. يحصل باراليسيس تو مسلز اوف باراليسيس. طب ايه يعني؟ هو البلد بيعمل ايه صحيح؟ ايش البلد بيعمل؟ شدوه في نفسه. بس برجي بتقول لي كده تيست ممكن يعني، بس ده انت جبتي اقل وظيفه في البلد اهميه طبعا. لا بصوا كده يوفيلا، ما اليوفيلا ده جزء من البلد يعني، بس يعني فسر الماء بالماء يعني، ما هي اليوفيلا هي جزء من البلد يعني، بس الفانكشن بتاع البلد يوفيلا ممكن برضه ورده. بصوا كده احنا عندنا في مشكله لازم نتخيلها مع بعضينا. ساونس طبعا الساونس مهم، بس هو ده مش الوظيفه بتاعت البلد للاسف يعني. جزء من حته الساونس اللبس دخل فيها والبلد والتنج ودخل فيها اللارنكس والفارنكس طبعا، الساونس ده جزء طبعا. امال ايه بقى؟ البلد ربنا خلقه اساسا على شيء هو يحرم الاثنين، يا يسد النزل كافي يا يسد الاورال كافي. انا عندي الفارنكس ده مشكله، الفارنكس ده يعني انتوا لو تخيلتوا الموضوع الهواء بيدخل من النوز يمشي في النيزو فارنكس اور فارنكس بعدين يروح نازل كويس بعد كده للارنكس. طب الاكل يدخل من بقي اور فارنكس وبعدين لارينجو فارنكس وبعدين اوسوفيجاس، فالاورو فارنكس ده مشترك يعني الهواء والاكل بيعدوا فيه. طيب افترض ان انا جاي باكل، اللي يمنع الاكل انه يرجع لمناخيري؟ البلد. البلد يطلع يروح سدد اللي هي الفتحه دي خالص. طب العكس لو انا بتنفس الهواء كويس عايز اسد اللي هي الاورال كافيتي البلد ينزل، يعني البلد ده عايز بيتحرك يروح طالع ما فيش اكل هيدخل المناخير يروح نازل. يبقى هنا باختصار يبقى ده الوظيفه الاساسيه بتاعت البلد. يبقى لو حصل ان البلد حصل له باراليسيس هيحصل ريجرجيتيشن اوف فود ثرو ذا نيزل كافيتي. يبقى تلاقي الاكل ابتدى يرجع للمناخير، اكل كويس الاقي الاكل راح رجع للمناخير. يبقى بيحصل ايه؟ ريجرجيتيشن يعني تراجع للاكل ثرو نيزل كافيتي. هنا ريجرجيتيشن اوف فود ثرو نيزل كافيتي. وانا موافق قوي الشابه اللي قالت لي ان هو ليه علاقه بالساوث يعني هيعمل نيزل تون فويس. يبقى عندنا هنا العيان اللي مضروب عنده البيجاس نيرف جاي لي هورس نيزل فويس
really this fissure عنده regurgitation of the food through nasal cavity وعنده nasal tonsils. انا اول ما يدخل لي عيان فينك يا مكفان؟ الاخناف ده ما بعدوش بسهوله كده. دي حاجه في الفشل كده. يبقى عندنا هنا يبقى ده لو حصل ليشن. طيب انا عايز اعمل اكزامينشن للعيان. اعمل ايه بقى؟ اروح له افتح بقك. افتحه. فكح. وريني كويس لسانك. طلع لسانك بره. هبص على حاجتين، هبص على حاجه اسمها اليوفيلا. اليوفيلا اللي هي بس مطوطه كده موجوده. لو اليوفيلا موجوده في الميد لاين يبقى الفيجاس نيرف زي الفل. لو اليوفيلا ديفييتد بتبقى ديفييتد للهيلثي سايد مش الديزيز سايد. يعني لو لقيت اليوفيلا انحرفت ناحيه اليمين يبقى الفيجاس مضروب ناحيه الشمال. لاحظوا سؤال مهم جدا. يبقى انا عندي هنا هيفتح العيان بقه. قول له شوفوا اليوفيلا ديفييتد تو ذا رايت سايد يبقى الفيجاس الشمال مضروب. ديفييتد تو ذا ليفت سايد يبقى الرايت فيجاس مضروب. يبقى اليوفيلا ديفييتد تو هيلث سايد. طيب بعد كده اروح جايب التانج ديبريشن واروح عامل تاتشنج للفارنكس. يبقى انا كويس هروح مدخل التانج ديبريشن اللي هو المعلقه دي وروح مدخله لجوه شويه. هو الطبيعي الواحد يعمل ايه؟ ليه بيعمل حاجه اسمها جاجنج ريفلكس عايز يرجع يعني. لو فقدته يبقى واحد من النيرفين مضروب. ايه؟ ما هو الجاجنج ريفلكس ده السنسيشن بتاع الفارنكس من 9 لكن الريسبونس من 10 فانا بعمل اكزامينيشن لتو نيرفز. الجاج ريفلكس ده اسمه فارنجيال جاج ريفلكس ده انا بعمل اكزامينيشن للنيرفين مش نيرف واحد. السنسيشن بتاع الفارنكس ده اللي بيشيله الجروس فارنجيال لكن الموتور سبلاي بتاع المصل من 10 يعني الافرنت 9 والافرنت 10 السنسيشن 9 والريسبونس 10 جاج ريفلكس يفقده يبقى انت ما بين 9 و10. طب واحد يقول لي طب انا هعرف دكتور فقدت الجاج ريفلكس هعرف ازاي؟ ابص على البلد مش هلاقي هلاقي في حته من البلد مرفوعه وحته مش مرفوعه ما هي المصل حصلها فارنكس او اليوفيلا بص على اليوفيلا تلاقي اليوفيلا هتبقى ديبيتد تو ذا هيلثي سايد. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى ده الانجري بتاع او الكلام بتاع الفيجاس. مفهوم هذا الكلام؟ طبعا الناس يقول حرام عليك يا دكتور هو انت لسه هتقول تاني 11 مره. النهارده بس انا هخليكم تبطلوا بعد كده تسمعوا كلمه انا يعني. انا عارف النهارده كل الناس جايين علشان ايه يقتلوني يقتلوني. انا في ميعاد السكشن مش هبقى موجود يعني ههرب ببيتنا. يبقى عندنا هنا 11 و12 دول بيس اوف كيك. بيس اوف كيك بالظبط زي ما بتقولوا 11 و12. الاثنين بيور موتور نيرف. يبقى دول الاثنين بيور نيرف. 11 و12 مش هياخدوا خمس دقائق وهنقرا مع بعضنا السلايد علشان اي حد يقعد يقول يا دكتور الكلام ده في السلايد يقول لك كله موجود في السلايد مفيش حاجه خالص. بس يعني ايه هنشوف الكلام ده في السلايد وخلاص. 11 و12 تعالوا نبص كده ده الميد برين ادي البونس ادي الملابس ادي السباينال كور ميد برين بونس وده الملابس لسه حالا قايلين العصب رقم 11 اسمه فيجاس مكون من 2 كومبوننت كرينيال وسباينال. الكرينيال كومبوننت تبع اللي كانت اسمها 9 10 11 فاكرين كلمه 9 10 11 دي النيوكليس اللي بتشيل 9 10 11 دي نيوكليس امبيجوس اسمها ايه؟ الحائره مش المفروض تقول حيرت قلبي معاك يبقى دي امبيجوس يبقى نيوكليس امبيجوس. في عندنا في الطب موضوع اسمه امبيجوس جينيتاليا جينيتاليا الحائره يا ترى ده ميل ولا فيميل؟ ما بقولكمش اي واحده ممكن تشوفها دلوقتي من الناحيه الخارجيه فيميل لكن ممكن من الناحيه الداخليه ميل. كل واحد وحظه هي بطيخه الله اعلم كويس هتطلع قرعة ولا حمرا مفيش انا اتكلم في السياسه دلوقتي. يبقى عندنا هنا يبقى العصب رقم 11 ليه تو كومبوننت
الكومبوننت الاولانيه كانت طالعه من النيوكلياس امبيجوس اسمه كرينيال بارت، والكومبوننت الثانيه كانت طالعه من السباينال كورد. ولما تطلع من السباينال كورد الكومبوننت دي اهي تدخل عن طريق الفورامين ماجنم وتروح ما قبل الكرينيال بارت، يبقى اسمها سباينال بارت. هما الاثنين يروحوا معديين عن طريق حاجه فورامين اسمه جيجلر فورامين. وبعد ما بيعدوا عن طريق جيجلر فورامين كل واحد بيروح حل سليم. السباينال بارت ده رايح سبلاي ماسل اسمها ستيرنو ماستويد اند ترابيزيس ماسل. سمعتوا عنهم؟ ولا شفتهم. اما الكرينيال بارت دي بتعمل جويننج للفيجاس نار، تمشي مع الفيجاس نار، او يعني ممكن لو رسمنا الفيجاس نار تمشي مع الفيجاس نار. ومن هنا جه اسم الاكسسوري نار، وده العصب رقم 10 اهو، ادي الفيجاس نار تمشي مع الفيجاس نار. يبقى عندنا هنا دايما اقول يا توتو، توتو اللي هو اسم طالع يعني اسم الحركه. يبقى عندنا هنا دايما نقول ان حب سريع، زواج سريع، طلاق سريع. يبقى هنا ده القصه بتاعت اللي هو الاكسسوري نيرف. واحد كان موجود في مكان فور اكزامبل في امريكا، وواحده كانت موجوده فور اكزامبل في استراليا. هما الاثنين قابلوا بعضيهم تحت سفح الحرم، فحصل حب سريع وحصل زواج سريع، وبعد ما خلصوا الويك اند حصل طلاق سريع. يبقى عندنا حب سريع، زواج سريع، طلاق سريع. واحد جاي من الشرق وواحد جاي من الغرب، قابلوا بعضيهم، عملوا النيرف اللي اسمه الاكسسوري نيرف، بعدين فكوا من بعضيهم، بقى عندي تو بارتس، يبقى السباينال ادى السينوماسيوم الترابيزيس، والكرينيال ادى اللي هو مشي مع الفيجاس نيرف. الفرنجيال واللارنجيال برانشز اوف فيجاس. Is it clear؟ يبقى ده عندنا العصب اللي بصب عليه العصب رقم كام؟ العصب رقم 11. ازاي بنعمله اكزامينشن في الكلينيكال؟ سهل قوي، قول للعيان ارفع كتافك او اعمل اكستنشن للنك. على فكره ترابيز تستعمل الاثنين اكشن، يا اما اليفيشن يا اما تعمل اكستنشن للنك. او اقول له بص على العصفوره، شايف العصفوره، بص على زاويه الحيطه دي اللي استلم العصفوره. او انا اعملهم يعني احط ايده على التاف واقول له ارفع كويس، ما تخليش اني ارفع كتافي، او اقول له بص 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 بقى زقني بقى راسي كده اهو، طب ما دي استلم العصفوره نفس الشيء. لكن لو حطيت ايدي على كفي يبقى كده بعمل اكزامينشن للتريكوين مصر، لكن على راسه كلها يبقى استلم العصفوره مصر. لو حصل انجري للسباينال اكسسوري، وذ از فيري كومن ان يحصل له انجري، اشمعنى الغيل ازاي يحصل له انجري؟ لانه ماشي في حاجه اسمها بوستيرير تراينجل، فممكن يحصل له انجري مع السيرجري ويحصل حاجه اسمها دروب شولدر، يعني الكتف بتاع الواحد يصعد. العصب الاخير اسمه هايبوجلوسال واتش، ده اسمه كده، ما هو ما مش عارف يسميه هايبو يعني واتش، هم اللي سموه يعني بس جلوسال يعني تانج يعني. هايبوجلوسال نيرف ده ليه نيوكليس واحده اسمها موتور نيوكليس، عشان كده انا اقول لكم العصب رقم 11 12 كان بيور موتور. اول اثنين كان بيور سنسوري، اخر اثنين كان بيور موتور. اول اثنين كان بيور سنسوري اللي هو او او اللي هو الاولفاكتوري والاوبتيك، واخر اثنين كان بيور موتور كان 11 12. 12 ده كان بيور موتور اللي هو الهايبوجلوس. الهايبوجلوس النيرف ده اللي يهمني ان هو رايح سبلايز المسلز بتاعت التانج. كل المسلز بتاعت التانج ما عدا عضله واحده اسمها بلاتو جروسس. اشمعنى؟ لان هي تبع البلات، واحنا لسه حالقين البلات تبع الفيجاس نير. اللخبطيطه دي هي اللي بتجيب تيجي اسئله في الامتحان، كل ما تلاقوا فيه لخبطيطه اول اكسبت يبقى ده سؤال في الامتحان على طول يعني. يبقى عندنا هنا يبقى ده سبلايز كل المسلز بتاعت التانج. ايه يعني المسلز بتاعت التانج؟ يعني ستايل جروسس وجيني جروسس وهايو جلوسس اند سو اون.
وكل الانترنسك مسل اوزوتان. طبعا واحد يقول طب احنا ما نعرفهاش، وانتوا هتعرفوه، ما في موجود اسمه جي اي تي واحنا هنسيبكم يعني. واللي على فكره اللي هيفلت من السنه دي جاي السنه الجايه مفيش مشكله. عايز اطمنكم ان السنه اللي بعديها هندرس الاناتومي في الجايني او السهل، والسنه اللي بعديها واللي بعد بعديها هندرسها في السيرجري. يعني خلاص يعني ريسيت لكم اناتومي فور ايفر يعني. خلاص يعني توتو يعني كانت جايه تقول يا رب هي اخر سنه وخلاص مش هقدر اشوف، مش عايز اشوف وشه بعد كده. كل سنه كل سنه كل سنه كويس. اتفرجت عليك يا بنتي بس بس اي لاف يو بس موتي يعني. عندنا هنا بس الفكره طبعا كل الموضوع بقى ان بعد ما تتخرجوا بقى اورج تقول ايه، هتيجي تحضر ماجستير هتدرس اناتومي ثانيه يعني. والاناتومي اساس اللي ضعيف في الاناتومي ضعيف في كل شيء. المهم يعني يبقى ده بيسبلايز المسلز بتاعت الطنك، كسبت البلاتو بروسس مسل. اهم حاجه بالنسبه لنا ان هو سبلاي عضله اسمها جينيو بروسس دي. يعني الموضوع اسمعنا بقى، جينيو بروسس دي عضله اصلا بتعمل بروتروجين او سيطانك. لو الجينيو بروسس ناحيه اليمين اشتغلت تعمل ديفيشن اوف ذا تانك تو ذا اوبوزيت سايد، والعكس صحيح. يعني لو الجينيو بروسس اليمين اشتغلت التانك حدث ناحيه الشمال، جينيو بروسس ناحيه الشمال اشتغلت التانك حدث ناحيه اليمين. الاثنين مع بعضهم اشتغلوا يبقى فورورد كده. تبقى دي العضله يا افنان اللي الواحد بيغيب بيها دي بتاعت الإغاثة. كويس. If you are going to stick your tongue هتغيظ حد يبقى بالجيني بروسس ماسك. طب لو اتضرب بقى يعني الرايت هايبوجلوسالير اتضرب يبقى الرايت جيني بروسس ماسل اتضربت، يبقى مين اللي شغال عندي؟ الليفت. طب ما هو الليفت لو اشتغلت تعمل ايه؟ ديفيشن اوف ذا تانج تو اوف ذا سايد، يبقى التنج ديفيتد تو ذا ديزيز سايت. عايزين بقى نحفظ الحته دي عشان دي نطلع منها. يوبي لا اند تنج كومبير اند كونتراست. يوبي لا اند تنج، يوبي لا ديفيت تو هيلثي سايت. يوبي لا لما تنحرف تنحرف للناحيه السليمه، لكن التنج لما ديفيت يبقى ديفيتس تو ديزيزد سايد. فرق كبير قوي بين هما الاثنين في الكلينيكال اكزامينشن. يبقى لو انا جاي بفحص عليه قلت له بصيت على اليوفيلا، لو لقيت اليوفيلا تو ذا رايت سايد يبقى معناها الفيجاس تو ذا ليفت سايد هو المطلوب. لكن لو جاي بفحص عليه لقيت التنج ديفيت تو ذا رايت سايد يبقى هو بيشاور على الناحيه المضروبه، يبقى الرايت هايبوجلوس اللي هما very important for us. فاحنا عندنا اليوفيلا والتانك، اليوفيلا deviates to healthy side. لو لقيت اليوفيلا منحرفه ناحيه اليمين يبقى الليفت فيجاس نيرف هو المضروب، لكن التانك يبقى deviated to the diseased side. لو لقيت التانك deviated to the right يبقى الرايت هيبوجلوس نيرف هو المضروب، لو لقيت deviated to the left يبقى الليفت هيبوجلوس نيرف هو واضح هذا الكلام يا اولاد؟ تعالوا نبص كده، هنفوت على البرزنتيشن for 5 minutes لو كان فيها اي بروبلم، ويبقى كده كفايه عليكم for this week ان شاء الله. معلش هنلبس النضارة عشان العمى بس. تعالوا بسرعة كده يا ولاد نفوت على السلايدز. طبعا لغاية كده مش هتقعدوا تذاكروا كل الكلام ده طبعا، دول أسامي الكرانيال نيرفز اللي ما يعرفهمش ياخد جائزة نوبل للسلام طبعا. ده صورة للترايجيمنال نيرف، شوفوا لغاية السلايد رقم 6 ما ذاكرناش أي حاجة خالص. السلايد رقم 7 زي ما انتم شايفين احنا بناخد النيوكلياي بتاعت اللي هو الترايجيمنال نيرف، وجنب كل واحد التايبز بتاعت الفايبرز بتاعته وهو سبلايز ايه، ما فيهاش اي حاجه خالص يعني.
السلايد ده بيدي لي الديستريبيوشن بتاع تراجمنا النيرف، بيدي كل الفيس مع الحته ما عدا بس الحته الاوفر الانجل اوف مانجيبل، وقلنا المنطقه دي سبلاي بنيرف اسمه جريت اوريكيولار نيرف، يعني دي ممكن حته تيجي ام سي كيو. يعني جينا بعد كده قلنا الديستريبيوشن ده، ده ما انا ما جبهوش طبعا في الامتحان ما انهبلتش، لكن بتوع الكلينيكال دايما هيسالوكم فيه الاوبثالميك نيرف سبلايز ايه او المجزري او المانجيبولار، عشان هو بيعمل اكزامينشن للتراجمنا النيرف، بيعمل تاتشنج للديفرنت ارياز. يبقى مره بالبراش، يعني مره هتلاقيه كويس بالفرشه كده، ومره ثانيه هتلاقيه بالبن، يعني كويس هتلاقيه بسن الابن عشان يعمل الفاينل كور تاتش. المعلومه بتاعتنا قلنا الموتور سبلاي بتاعت التراجمنا النيرف 4-4-4 ماسلز اوف ماستيكيشن و4 اذر ماسل 2-2 التنسور تمبراي والتنسور تمبراي بالاتاي، عضلتين اللي هو الانتير بيرف ده جسر كل مايلو هايد. قلنا ريفلكسز عندنا تو ريفلكسز موجودين، الكورنيال بنشوف 5-7 يبقى كويس 5 علشان السنسيشن بتاعت الكورنيال ب5، 7 علشان الرياكشن بتاعي ان انا هقفل عينيا، فالكورنيال ريفلكس او بلينكينج ريفلكس بنعمل ديميشن 5-7. الستيريك ريفلكس وده اقل اهميه بعمل اكزامينشن كلها 5-5، يعني البروبر ريسبشن بنشوفه بتاعت العضله والرياكشن بتاعت العضله، وده نادرا لما بنعمله اللي هو اسمه جو ريفلكس او الميستيريك ريفلكس. طبعا السلايد ده مشطوب بس علشان تفهمه بس يعني. ويبقى الامل ان انا اخلص اللي هو النيورو، طبعا قسم تشوفنيش بعد كده في حياته ده العمل. بعد كده عندنا الفيشيال نيرف، قلنا المعلومه الاولانيه بتاع الفيشيال نيرف طالع من البونتو سيربيلر انجل، وزي ما انتم شايفين ان هم ثلاثه مع بعضهم، فهمنا دي ثلاثه مع بعضهم. النيرف ده بيدخل عن طريق انترنال ايديترميتاس ويمسك كانال اسمها فيشيال كانال جوه البترس بون، ويطلع عن طريق فورمن اسمه ستايلو ماستويد فورمن. بعد ما يطلع عن طريق الستايلو ماستويد فورمن بينقسم انتو توتو زواغب بدري مع سوسو تيمبورال وزيجوماتيك بكال مارجنال مانديبولار وسيرفيكال. قبل ما يدخل الجلاند بيدي نيرفين نيرف البوستير بليف ذا جاستريك وستايلو هايويد موسل اللي هي الحته ده. الكورس بتاعه بره السكال بيور موتور، كل البرانشات دي كلها بيور موتور. قسمناه زي ما انتم عارفين انتو فيشيال نيرف بروبر ونيرفس انترميدياس. الفيشيال نيرف بروبر ده يبقى الفايبرز جايه من الموتور نيوكليس، النيرفس انترميدياس من تو نيوكلياي سوبيريور سليفري نيوكليس ونيوكليس سوليتاريس. هنا كل واحده بتدي ايه؟ الموتور بيدي المسلز بتاع السكند فرنجيال ارش، السوبر سليفري بيدي ثلاث حاجات السابنجيبلر والسب لينجوال والليكريمال جلاند، وسوليتر نيوكلس بتدي تيست سنسيشن الانتير تو ثيرد اوف ذا تانك. الصوره اللي بعديها صوره للباراسمباثيتك ديستريبيوشن، قلنا خمس مراحل، النيوكلس اسمها سوبر سليفري نيوكلس، النيرف كان اسمه فيشيال نيرف، ادى برانشين جوه السكار جريتر بتروزال وكوردا تمباناي، لازم يعملوا ريلي في جانجليون، الجريتر بتروزال بيعمل ريلي في السفين وبالاتاين جانجليون والكوردا تمباناي في السبانجيبلار جانجليون. الجريتر بتروزال او السفين وبالاتاين جانجليون في النهايه سبلايز اللاكريمال جلان، السبانجيبلار جانجليون فاينلي سبلايز السبانجيبلار والسبليبال سيلفري باند. السلايد ده على قد ما هو سيمبل كده بس دايما بيجي فيه ام سي كيو كتير قوي، يعني يا ترى اللي هو اني واحد بيشيل باراسمباثيتك، يا ترى الريلي فين، يا ترى بيوصل لاني جلاند، فالكلام ده فيري امبورتنت. طبعا دي ملخص السلايد اللي قبل كده بس المره دي بالكتابه، ان البرانشات اللي جوه الاسكال ثلاثه جريتر بتروزل وكوردا تمباناي ونيرف توستابيكياس. جريتر بتروزل وكوردا تمباناي كده هما بيشيل باراسمباثيتك وتيست سنسيشن. السلايد اللي بعديه ده فيري 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 امبورتنت، الابر موتور نيورون ليجن واللور موتور نيورون ليجن، لو لقيته كل الفيس مضروب ناحيه اليمين يبقى النيوكليس ناحيه اليمين مضروب، كل الفيس مضروب ناحيه الشمال يبقى النيوكليس ناحيه الشمال مضروب، ما دام النيوكليس مضروبه يبقى اسمها لور موتور نيورون ليجن، لكن لو كانت البريميدال تراكت هي المضروبه اسمها ابر موتور نيورون ليجن، اللور هاف اوف ذا فيس تو اوبزيت سايد، يعني لو الرايت بريميدال مضروبه يبقى اللور هاف اوف ذا فيس اوف ذا ليفت سايد هو اللي مضروب. اعرف ازاي ابر ولور موتور نيورون ليجن؟ الصوره دي بحاجتين. الحاجه الاولانيه العيان مش قادر يقفل عينه، خدوا بالكم لو جات لكم الصوره دي وقلت لكم اني نيرف مضروب شوف فين العين اللي مفتوحه مش المقفوله، جبتها السنه اللي فاتت كل الناس غلطوا، قال لك المقفوله
يبقى هو ده الليجن. لا والله المفتوحه هي الليجن موجوده ناحيتها، ما ان النيرف بيقفل العين، الفيشل نيرف بيدي الاوربيكولار سوكيولاي اللي بتقفل العين، ما بقدرش اقفل العين، يبقى النيرف مضروب ناحيه العين المفتوحه. كل الناس كلهم غلطوا بلا استثناء، اشطر واحد في الدفعه زي اخي بعد كلهم كده، ما هو عندنا العين مقفوله اهو، يبقى النيرف ده المقفول. لا 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 والله العين المفتوحه هو النيرف اللي هو مضروب. الحاجه الثانيه، هل بيقدر يرفع حواجبه ولا لا؟ ما بيقدرش يرفع حواجبه، يبقى اللور موتور نيورون ليجن، يبقى في حاجتين، العين مفتوحه وان ابيليتي تو اليفيت الاي براوز وان ابيليتي كلوز الاي. يبقى لو جات لي الصوره دي في الامتحان وجاي ببص فين العين المفتوحه اللي موجوده عندي في الصوره الشمال، وانا هعرف الامتحان اليمين من الشمال ازاي؟ عكس ايدك، يعني انت لو بصيت كده بشاور انا هنا على الصوره بايدي اليمين يبقى هي العين الشمال، يبقى دايما موجوده عكس ايدي بالظبط. يبقى عندنا العين المفتوحه هنا في الصوره دي كانت العين الشمال، يبقى الليفت فيشل نيرف هو اللي افكت. بعد كده الجلوسوفارنجيال والفيجاس، خدنا الصوره دي وقلنا ان احنا عندنا ثلاثه نيوكليي مشتركين بين 9 و10 وهم مختلفين في البارا سمباثيتك نيوكليس. خدنا اللي هو الديستريبيوشن بتاع اللي هو التسعه، وقلنا الباراسمباثيك بتاعته هي الباروتيد جلان، ودي كنا معلومه مش سهله ان احنا نقولها فقلناها بالتفصيل. قلنا بيدي برانش اسمه تمبانيك برانش، بيعمل بلكسس اسمها تمبانيك بلكسس، بيطلع نيرف اسمه لسه بتروزا نيرف، بيوصل لغايه الاوت الجانجلي. هدول دي قصه سخيفه وهتحفظوها غصب عنكم، وسبلاي الباروتيد جلان ده طبعا اللي عايز يجاوب في الامتحان، مش عايز يحفظها خلاص هو حر يعني. البيجاس نيرف النيوكلياي نفس الشيء قلنا، بس الاختلاف دايما هو في البارا سمباثيتك، كان اسمها الدورسال نيوكليس اوف فيجاس. الجدول ده اهم حاجه نحفظ فيها الموتور والبارا سمباثيتك. الموتور عن طريق النيوكليس امبيجوس اول ماسل اوف لارنكس اول ماسل اوف فارنكس اول ماسل اوف بلد اكسبت الاولانيه ستايل فرنجيس، الثانيه التنسور بلاتاي. والدورسال نيوكليس اوف فيجاس بارا سمباثيتك الكارديو فاسكولار والريسبيراتوري ومعظم الجي اي جي. لو حصل انجري هيحصل باراليسيس للمسل اوف فارنكس يبقى ديسفيجيا، هيحصل باراليسيس للمسل اوف بارت يبقى عندي ريجورجيتيشن اوف فود فروم نوز، هيحصل باراليسيس للمسل اوف لارنكس يبقى هورسنس اوف فويس. عشان اذكركم بالمعلومه كتبتها تحت، اول مسل اوف لارنكس اول مسل اوف فارنكس اول مسل اوف بارت. طب انا هعمل اكزاميشن ازاي؟ لو لقيته 9 او 10 مضروب يبقى انا عندي الجاج ريفلكس ضايع. لو لقيت عندي ديفيشن اوف يوفيلا يبقى عندي ديفيشن اوف يوفيلا تو نورمال سايد. السلايد اللي بعديه واللي بعد بعديه عشان تفهموا بس، لكن انا ممكن اجيب في الامتحان صوره وانتوا تقعدوا تشوفوا دي الصوره دي اليوفيلا ديفيتد فين. انا شايف كده، انا بشاور في ورقه الامتحان ناحيه الشمال، يبقى اليوفيلا ديفيتد تو ذا رايت سايد عكس ايدي اللي هشاور بيها، هي ديفيتد تو ذا هيلثي سايد، يبقى الفيجاس نيرف مضروب على الناحيه العكسيه. السلايد ده بس عشان يفهمكم يعني ايه الجاج ريفلكس، لكن انا طبعا عمره ما هجيبه في الامتحان. ده حاجه اسمه كاف ريفلكس 10 10، يعني تيستنج افرنت وافرنت 10 مش مهم بالنسبه لكم، يعني مش هجيبه في الامتحان. الاكسسوري هو يا دوبك سلايد واحد فيه الكرينيال واخد الديستربيوشن بتاع الفيجاس، والسباينال بيدي الاسترنومستويد والترابيزياس، ولو اتضرب بيحصل دروب شولدر. اخر حاجه الهايبوجلوسا نيرف هو سلايد واحد بيدي كل المسل اوف ذا تانج اكسبت بالاتو جلوسس، وده سؤال ام سي كيو. الديفيشن اوف ذا تانج تو ذا افكتد سايد ذا اذر كويستشنز برضك ام سي كيو. اي هوب ان انتوا تستمتعوا ان شاء الله باذن الله. نتقابل مع بعضنا ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله.